طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين، انا ما كنتم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ملاعب عبر قناه التغيير الفضائيه. اليوم الحلقه فيها الكثير من المتابعات وايضا محور مهم مع ضيوف اعزاء ستتعرفون عليهم بعد قليل، لكن بدايه دعونا نذهب الى اللقاءات التي اجراها لنا مراسلنا امين شراد هناك من بغداد الحبيبه، والبدايه مع شاغل الاعلام والاوساط الاعلاميه اللي هو سيد حسين العنكوشي اللي تلقى مثل ما نقول عقوبة أخرى وغرامة مالية أخرى لتصل إلى 10 ملايين دينار. حول هذا الموضوع تحدث سيد العنكوشي لعدسة قناة التغيير والزميل أمين شراد، خلونا نشوف إيش قال. اولا انا رجل قانون، انا محامي وعندي ماستر انترناشونال لو فروم جورج واشنطن يونيفرسيتي، عندي ماجستير قانون دولي من جامعه اهم جامعه بالعالم، جامعه جورج واشنطن. المستشارين موجودين لخدمه النادي، واني اعرف شنو اللي اتحدث به. انا يهمني اسوق نادي، يعني انا اسالك بالله، اي رئيس نادي ينذكر من 10 سنوات بقدر ما ينذكر اليوم رئيس نادي الديوانيه او نادي الديوانيه؟ اذا نجحنا بالتسويق. انت كان الاهم كيف تصل للجمهور، مو انا. نادي شلون اوصل للكل؟ ماكو واحد اليوم بالعراق ما يتابع الديوانيه ويهتم بشانها. يعني حتى قضيه الحزام وال5 مليون محسوبه، يعني تتحدث بها في البرامج التلفزيونيه محسوبه؟ لا كان يعني كانت الطريقه الاخ حيدر زكي ابو ادم حبيبنا وتحيه طيبه له، قال لي اشوفك متضجور متاثر. قلت له لا، يعني مو متاثر على القيمه الماديه، تكرمون يعني حذاء هذا سعرها وغيرها وغيرها، بس لا انا كان الضجر الكبير انه نعاقب بدون حضور وسؤال. زين. هذا اللي كان متاثرين عليه. اما التصريحات، هو اللي خلق اكشن بالدوري، عمل ملح بالدوري العراقي. والشيء الايجابي، انت ناديك ميت. زين. نادي مظلوم، عاش 17 عام من الظلم. تحيي بالنتائج سيد. احيي بالنتائج، ولغه كره القدم هي احياءها بالنتائج. بس انت اليوم من تخلق روح معنويه وايجابيه بالدوري وايضا للنادي مالتك، يشعر بقيمته الخاصه. وان شاء الله انا دائما اقول الحصان الاسود، ناس تقول مات، لا، الحصان الاسود الفريق الغير موجود بالتفكير انه ينافس. احنا حاليا الكل يتابع الديوانيه وفريق غير منافس عادي. راح يحيى هذا الحصان وراح يكون متواجد وينافس. لا بس هم الخمسة مليون، لا والله اليوم جبت عاديه، جبت عاديه، هم $100. شكرا. ده كان حديث السيد العنكوشي حول تصريحاته، وبشكل عام كل تصريحاته اللي دائما ما تثير الجدل، وبالتالي هو بدأ يقطف ثمار هذه التصريحات سواء كانت سلبيا أو إيجابيا. إيجابيا كانت وتسليط الضوء على نادي الديوانية من ناحية إعلامية، لكن لحد الآن نادي الديوانية كمستوى ونتائج هو غير جيد. وأيضا ناحية سلبية أنه بدأ يتلقى عقوبات وبدأ الجميع يتابع وينتظر منه الزلة حتى يمكن يعني يعاقب، لأن كانت هناك بعض التصريحات تحسب عليه ومن ضمن هذا التصريح أبو الحذاء أبو ال5 ملايين دينار. خلينا نشوف أيضا السيد علي لفتة المستشار الإعلامي لنادي الديوانية إيش قال حول هذا الموضوع، وهو مستشار، هل يستشيرهم فعلا السيد العنكوشي أم لا؟ خلونا نشوف. ملاحظة لازم تعرفوها، السيد حسين العنكوشي رجل قانون، رجل أعمال، يسمع كل صغيرة وكبيرة، يعرف بالإعلام، يعرف بالإعلام وصارت عنده تجربة، لكن كرجل في بداية تجربته في بداية دخوله للرياضة يحب أن يكون عنده تواصل مع الصغير والكبير، لذلك هو يظهر دائما في الإعلام من أجل أن إيصال فكرة مشروعه ومن أجل أن يوصل للعالم وللرياضيين موضوع نادية نادي الديوانية. بعض الأحيان صح تصدر بعض الأمور، بعض التصريحات اللي قد يفسرها البعض أنه سلبية، لكن هو يقصد بها أمور معينة خاصة بتفكيره. هو يسعى دائما لأن لا يظلم ناديه ولا تظلم مدينته، وبالتالي تصريحاته كلها تصب لمصلحة ناديه. شكرا للسيد علي لفتة المستشار الإعلامي أيضا والإعلامي الكبير والمعروف، وهو أستاذنا أيضا، نتمنى له أكيد التوفيق. أيضا تصريح للسيد هشام محمد الناطق الرسمي باسم الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة حول جزئية معينة اللي هي البطولة الرباعية المقبلة في الشهر القادم في الإمارات اللي راح يشارك بها المنتخب العراقي إلى جانب البلد المضيف والكونغو وأيسلندا، كيف ستتم هذه المشاركة في ظل إقامتها خارج أيام الفيفا، وبالتالي هل سيتوقف الدوري؟ شلون راح تتعامل الأندية مع لاعبي المنتخبات؟ راح تنطيهم للمنتخب أم لا؟ هذا اللي
تحدثنا به مع السيد هشام محمد وتحدث به زميلنا أمين شرات. خلونا نشوف. هيئة تطبيعية يعني ليست ضد إيقاف الدوري، يعني بالعكس هي كمسابقة تسعى بأي طريقة أنه يستمر الدوري، بالمقابل أيضا تسعى لخدمة المنتخب الوطني. استمرار الدوري واستمرار المنافسة يعني يصب في خدمة دورينا، فبالتالي الآن لا يوجد يعني شيء رسمي كبطولة، يعني على الورق يعني لم نوقع المشاركة، لكن اتفاقات مبدئية تعرف. يعني هذه الفترة اختلفت كثير أمور في الاتحاد، الأمور التسويقية أصبحت مهمة جدا، فهي مبدئيا وبنسبة كبيرة العراق مشارك في هذه البطولة، لكن تبقى بعض الأمور التسويقية سيتم الاتفاق عليه خلال هاليومين. بعد الموافقة بشكل رسمي على البطولة سيكون هناك اجتماع مع لجنة المسابقات لتحديد أنه الموضوع كيف يعني سيكون هناك توافق ما بين هذه الفترة اللي راح يصير توقف لمدة 7 أيام تقريبا، توافق هل ستؤجل مباريات فقط الأندية اللي فيها لاعبين منتخب وطني أم ثلاثة أندية فقط. وبالتالي أعتقد يعني يوم الاثنين إن شاء الله سيكون هناك قرار بهذا الموضوع، بس يعني الهيئة التطبيعية ليست مع إيقاف الدوري أبدا، وليست مع أنه المنتخب ما يشارك في هذه البطولة. سيكون هناك إن شاء الله حل مرضي لكل الأطراف. ما أعتقد أنه راح يصير هذه المشاكل أو نوصل ممكن لهذه الجدلية أنه يرفض النادي أمام المنتخب، لكن أنت تعرف أنه هذه البطولة هي خارج أيام في فدي، من حق يجب أن يكون يعني المتواجدين في المنتخب هم من اللاعبين المحليين. فأعتقد ستكون هناك قلت لك يعني اجتماع، هذا الاجتماع سيوضح كل شيء وما راح يخلي يعني طرف يميل على طرف ثاني. لحد هذه اللحظة لا قرار بشأن الدوري إيقاف أو استمرار؟ إلى الآن لا يوجد أي قرار، لكن يعني بداية الأسبوع المقبل ستتوضح كل الأمور إن شاء الله. اهلا بكم من جديد وشكرا سيد هشام محمد الناطق الرسمي. خلونا نشوف يعني ان شاء الله ما تكون مشاكل حول موضوع تاجيل الدوري من عدم المشاركه من عدمها بالنسبه للمنتخب، هذه كلها في حكم المجهول، لكن احنا نسال ونتساءل عن هذه الامور لانها مهمه واكيد تعني شيء للشارع الرياضي وللجمهور الرياضي. الان نذهب الى محورنا، الاولمبيه ما زالت ما بين حمودي وعبد الاله والمواضيع غير واضحه المعالم، قرار ولائي صدر من القضاء العراقي وبالتالي يلزم السيد عبد الإله بإيقافه عن العمل الإداري وأيضا عدم الاعتراف بالانتخابات والنتائج. هذا محورنا لحلقة هذا اليوم مع زميلين أو عفوا مع ضيفين عزيزين اللي هو الأستاذ صالح المالكي الخبير في القوانين الدولية الرياضية وأيضا السيد ميثم الحسني الصحفي الرياضي. ورحب بكم ضيفي العزيزين وأهلا بكم في برنامج ملاعب. اهلا وسهلا بك كابتن نور، احييك وحي زميلنا في الحلقه الكابتن ميثم الحسني. اهلا وسهلا بك وايضا. مساء الخير عليك استاذ نور. اهلا وسهلا. تحيه طيبه لك ولجميع متابعيك عبر الشاشه، وتحيه للاستاذ المحترم استاذ صالح المالك. اهلا وسهلا بكم. ابدا وياك استاذ صالح، موضوع القوانين وقضاء ونظام داخلي وميثاق اولمبي، واليوم نحن نعيش اجواء قانونيه بامتياز الرياضة العراقية، ولكن هناك كل من يفسر على ليلاه بما يخدم مصالحه، لكن أنت معروف عنك أنت رجل حيادي، اليوم الموقف القانوني للأولمبية العراقي كيف تحدده وكيف تصفه والكفة تتأرجح بين حمودي وعبد الإله؟ لكي نوضحها للسادة المشاهدين الكرام. نعم. وأيضا للرأي العام بشكل عام، الموضوع يعني حقيقة هناك رسالة من اللجنة الأولمبية الدولية قسم العلاقات وضعت بالنسبة للأمور الإدارية بذمة الأخ رعد حمودي. نعم. كحالة مؤقتة لحين إصدار قرار اللجنة الأولمبية الدولية المكتب التنفيذي، المفروض كان يوم أمس أن يصدر القرار، ننتظر صدور هذا القرار. هذا من جانب. من جانب آخر صدر أمر ولائي يوم أمس. هذا لربما البعض يجهل شو ما هو الحكم الولائي. نعم. هو إجراء تحفظي أو احترازي مؤقت، دعوة أقيمت أمام المحكمة الرياضية بعد عودتها الحمد لله والشكر رجعت للعمل بشكل طبيعي. هذا القرار صدر قرار مؤقت لحين حسم الدعوة. دعوة قامها السيد رعد حمودي ومجموعة يمكن 5 معترضين. نعم. معاه على خلفية الرسالة اللجنة الأولمبية أسست المحكمة
نظر هذا الإجراء مؤقت لحين حسم الدعوة إيقاف عمل المكتب التنفيذي بما فيهم الأخ الرئيس سرمد عبد الله لحين حسم الدعوة. طبعا هذا القرار قابل للتظلم والتمييز يعني ممكن أن يكسر من خلال التظلم أو التمييز وليس قرارا باتا، لكن هو هذا يبقى أكو دعوة راح تكون بها مرافعات ما بين الطرفين وبالأخير جد تأخذ وقت أستاذ صالح عادة هذه المرافعات حتى تنحسم بالقضاء. يعني كما تعلم أخي يعني 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 ما أقدر حسب وقت المحكمة، المحكمة جديدة عادتها تشكيلها إذا دعاوى قليلة يعني تحتاج من 6 أشهر إلى لربما لا 9 أشهر. الله يبشرك بالخير، يعني إحنا رايحين إلى أمور يعني مثل ما نقول هم يعني تبقى الرياضة يعني نعم ليس المحكمة الرياضية وإنما أكو إجراءات تقاضي من ضمنها التمييز يعني نعم فاهم عليك يعني فاهم كل عليك الإجراءات صار. نعم يعني لحين ما تكتسب الدرجة القطعية نعم نعم يعني ممكن نستمر لستة أشهر أو 9 أشهر إحنا في هذا الوضع اللي ما محسوم لا القضاء لا محسوم الكابتن رعد حمودي أو للأستاذ والكابتن سرد عبد الإله. كابتن سوف يبقى رعد حمودي هو الرئيس المؤقت للجنة الأولمبية لحين حسم القرار استنادا للقرار القضائي هذا الأمر اللي صار يوم أمس نعم. على اعتبار نعم هذا يعيد الأمور إلى قبل الانتخابات من نعم. هو الرئيس هو السيد رعد حمودي نعم. نعم. وأيضا الرسالة للجنة الأولمبية أيضا هو رعد حمودي نعم. لكن أكو قرار دولي ننتظره اللي هو اللجنة الأولمبية نعم. عبر مكتبة التنفيذي اللي ننتظره خلال هاي الأيام القادمة يصدر لأن لحد الآن ما مكتمل نعم. الأمور القانونية فيه. طيب أستاذ ميثم الأولمبية من 2003 إلى اليوم لم تشهد استقرارا، مشاكل متواصلة، تقاطعات، وأنت مراقب للحدث بشكل كبير. اليوم من يتحمل الجهة التي تتحمل ما وصلت إليه الرياضة الأولمبية العراقية والشخصيات أنت تعرفها ومن كان على الهرم طوال السنين السابقة؟ نعم تحية طيبة لك مجددا أخي نور. بصراحة الجميع يتحمل المسؤولية، الوضع العام ما يسر بصراحة لأنه فقدنا نكران الذات، الجميع يبحث عن مصلحته الشخصية وهذا نتاج الصراع على الموقع وعلى الكرسي، وهذا الموضوع كثير ما تحدثنا به أنا وحضرتك وجمع من الإعلاميين المحترمين اللي تحدثوا بملء الفم. يجب أن تكون هناك نظرة حقيقية لرياضة الوطن وأن نضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات، لكن للأسف هذا الحديث يبدو لي أنه أشبه بغيمة صيف وتتبدد مع أول إشعال الشمس، وبالتالي ما يعني كل الأصوات اللي صدحت بتغيير الوضع يبدو لي أنه واجهت أذان صماء لم تسمع سوى صوت المصلحة الشخصية. نعم نعم. الكثير من التفاصيل أخي نور منها حتى القوانين، قانون اللجنة الأولمبية اللي استفشرنا بالخير لو كان القانون محكم لما حدثت هذه التقاطعات. شوف التقاطعات حدثت بين اللي دخلوا على قناة الخبراء. أنا هذا الموضوع دائما يشكل عندي هاجس مريب لسير العملية الانتخابية. نعم. يجب أن يكون هناك توصيف حقيقي للمرشحين على قناة الخبراء. يمكن الدورة السابقة سمعنا حضرتك وكل المتابعين يعني كل شخص يدخل من اتحاد ليس له ناقة ولا جمل ولا يعرف تفاصيل هذا الاتحاد ويأتي بكتاب أنه خبير بالفلوسية. منهم السيد رعد حمودي وسيد فلاح حسن سابقا دخلوا على اتحادات ممنوعة. نعم نجوم كبار هم للأمانة يعني لو كان مثلا لو كان يعني ترشيحهم من اتحاد كرة القدم لا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع بصراحة، لكن المشكلة أنه أنه يدخلون خبراء باتحادات نعم. أخرى وهذا الموضوع يعني مثير للاستغراب بالنسبة للجماهير. أنا الموضوع هذا
موضوع الخبراء لم يعالج حتى في هذه الدورة الانتخابية. يجب أن يكون هناك توصيف حقيقي للخبراء، كيف يتم توصيف الخبير، هل الخبير أنه كل من مارس الرياضة هو خبير، كثير من التفاصيل هذه. طبعا هو هذا البند هو دائما مثير للجدل وسبب المشاكل في انتخابات اللجنة. طيب أستاذ ميثم، أنا أعتقد أنه أستاذ ميثم آسف على مقاطعتك، اليوم البعض يصف هذا الموضوع موضوع الكابتن رعد حمودي والكابتن سرمد عبد الإله، يعني كابتن رعد حمودي عند خروجه من الانتخابات قال انتخابات نزيهة وشفافة والهيئة القضائية جاءت وتحققت كل شيء، لكن البعض يلوم الكابتن رعد انه هو مجرد ما خسر بدأ يحرك ملفات عديدة كان بإمكانه ان يحركها قبل هذا الموضوع، خصوصا انه بها اوليات. هل اليوم الكابتن رعد حمودي أوصلنا لمرحلة قد نتعرض بها إلى عقوبات دولية، أم أن الكابتن سرمد عبد الإله هو من يتحمل هذا الموضوع؟ والله شوف أستاذ نور، راح أقول لك شيء، يعني المسألة ليس فقط هو رعد حمودي وسرمد عبد الإله، نعم. الكثير مسؤول عن هذه القضية، لكن يعني أنا بالضد من الرأي أنه رعد حمودي تحدث عن شفافية الانتخابات وبالأخير طعن بالموضوع. الموضوع أكبر من مسألة كرسي من يشغلها سرمد أو رعد مع حفظ الألقاب. نعم. لمان أنه قضية واضحة، رسالة تأتي من لجنة الأخلاقيات والامتثال في اللجنة الأولمبية الدولية، يجب أن نتوقف عند هذه الرسالة، يجب أن يكون هناك، يعني أنا أسألك بالله، أي وسيد صالح المالك قريب، أي قضية بسيطة في القانون تحتاج فترة طويلة للمداولة والنقاش والإثباتات والأدلة والدفوعات حتى ينطق بالحكم أي قاضي. فأنا مستغرب اللجنة القضائية اللي أشرفت على الانتخابات كيف بتت بالقضية خلال جلسة بسيطة مع سيد سرمد عبد الإله، وبالتالي أدخلتنا في هذا المأزق. أنا أعتقد أن اللجنة اللي أشرفت على الانتخابات كان لها سبب في ما يجري اليوم، كان المفروض على الأقل لو كنت أنا مسؤول، لو كان الموضوع يعني موضوع يحل بشكل موضوعي، يجب أن تؤجل الانتخابات للنظر بمسألة الرسالة وشرعية دخول بعض المرشحين، ونتأكد من سجلاتهم الجنائية، وبالتالي ممكن أن تفرز لنا هيئة إدارية صالحة المفعول وغير، ولا توجد أي مؤشر سلبي على أي مرشح. نعم أستاذ صالح، اليوم البعض أيضا يشكك بمحكمة النزاعات الرياضية، يقول لك هي لغت قبل فترة، يعني ب 2018 لم يعترف فيها، مباشرة بعد الانتخابات الأولمبية بصورة يعني بوقت قصير أرجعت وشكلت، وأول قضية أصدرته هو قرار الولائي. البعض راح باتجاهات أن هناك نفسا في الدولة بشكل عام مع الكابتن رعد حمودي ضد الكابتن سرمد عبد الإله. أنت كرجل قانون، هل هذا الموضوع هو طبيعي أن تعاد تشكيل المحكمة في أيام قليلة؟ يعني أولا هاي كانت مناشدات كثيرة، واحد من الأشخاص المتحدث كان يعني فترة طويلة بإعادتها، لأن هناك خطأ قانوني ارتكب مع تقديري للجهات القابضة على هذه المحكمة. أولا يعني وجود قانون الاحتراف الرياضي وقانون البارالمبية نص على تشكيل هذه المحكمة، لذلك هي يعني ألغيت ببيان، وهذا البيان لا يرتقي إلى مستوى قانون. بالتالي هي حتى رغم أنه إلغاها هي كانت محتفظة بالجانب القانوني بتواجدها، لذلك أنا يعني لا أرجم بالغيب، لكنه لربما مصادفة حثت بهذا الشكل وعادت. لكن هي بالأساس لو تسألني أنا أكثر من عمود صحفي كتبت على موضوع أنه هذه المحكمة لا زالت نافذة وآخرها قبل أصلا تواجدها أمر ضروري في ظل وضع رياضي عراقي مختنق بالمشاكل والتقاطعات، ونحن ليس لدينا أصلا هذه المحكمة. نعم هو تشكيلها أمر إيجابي جدا، لكن البعض يشكل على هذا التوقيت التشكيل.
يعني هذا الإشكالية اللي صارت خاضر. نعم. أستاذ بالنسبة إذا عادت اليوم أو غدا هاي محكمة فيها إجراءات تقاضي فيها. نعم. فوق استئناف وفوق طيب. تمييز وإحنا خبراء جايين نتابع الموضوع إذا أكو شيء المحكمة فيه غير قانوني يعني إحنا راح نناقش لأن هذا أمام الرأي العام وهذا رقابة الرأي العام جزءها من جانب قانوني. نعم. لذلك سوف نتابع عمل المحكمة وأنا أعتقد إجراءاتها سواء توقيتها يوم أو قبل أسبوع أو شهر هي موجودة بناحية القانونية فقط تشكيلها يعني هي أكو نص في قوانين نافذة في 2017 أنه هاي المحكمة موجودة وإحنا ناشدنا طيلة هاي الفترة السابقة يعني هاي صارنا 3 سنوات لربما جاءت بهذا الشكل. لذلك كابتن نور احنا علينا هاي المحكمة مثل ما حضرتك ذكرت انه يجب ان تتواجد لان عندنا كم هائل من الدعوة اما عدم شرعيتها هذا غير صحيح بدليل انه اللجنة الأولمبية الدولية في رسالتها اشارت الى القضاء العراقي. نعم. ولم تقول بانه هذه المحكمة غير شرعية وغير قانونية. طيب. وانما ذكرت القضاء العراقي بشكل عام. نعم. اذا اكو يعني اعتراف ضمني او مباشر او صريح بالقضاء العراقي من ضمن المحكمة. نعم. وهذا طبعا شيء مهم جدا يعني احنا نرحب به من الدولية الأولمبية الدولية انه تضع وزنا مهما للقضاء العراقي لان هذا راح يشجع القضاء وكل المؤسسات القضائية العراقية انه تشكل هذه المحكمة وتبدأ من خلالها انه صار عنده حتى خبرة في التعامل مع كل القضايا. استاذ ما يفهم اليوم السيد نزار احمد اللي هو نقول عليه خبير بالقوانين نقول عليه محامي نقول عليه دكتور البعض يعني هاي تبقى تسميات لكن هو رجل فاعل وكان قبل فترة هو استلم قضية السيد سرمد عبد الإله سواء في الاتحاد الدولي للسباحة بموضوع القضية عندما يعني عوقب من قبل الاتحاد الدولي للسباحة وبعدها كسب القرار صرح اليوم بتصريح قال واتهم به 3 جهات خارجية وداخلية اتهم السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة والسيد حسين المسلم اللي هو عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنهم عملوا هذه المؤامرة لإبعاد سرمد عبد الإله وإبقاء رعد حمودي من خلال تشكيل هذه المحكمة. هل اليوم إحنا فعلا كإعلام نشوف أكو هيش خيوط أنت يعني شلون تقرأ الوضع؟ هذا تصريح خطير بصراحة. والله بالحقيقة يا أستاذ نور أنا بالعكس أنا اتهمه هو أساء للرياضة العراقية سبب مشاكل الرياضة العراقية هو نزار أحمد كثير من القضايا اللي أدخل نفسه بيها ونهايتها كانت مؤلمة ومؤثرة بشكل سلبي على الرياضة العراقية بدليل آخر قضية اتحاد كرة القدم وماذا حدث لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم بسبب استشارات البائسة للأسف يعني وبالتالي عندما يتحدث بهذه الطريقة ويتهم رئيس مجلس القضاء ويتهم شخصيات لها وزنها وثقلها على أن يعرف حجمه قبل أن يتهم الآخرين بهذه الطريقة نعم قد يكون هو بعيد بالمسافة ويقطن في أمريكا وفي مكان بعيد لكن هذا لا يجوز له القذف بالآخرين واتهام الآخرين بأنه يكونون هم مسببين للوضع المربك. أنا أعتقد أنه الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الأولمبية الدولية من اعتمدت رسالة تعتمد على أحداث قائمة أما أن ندافع بشرف المهنة وبطريقة مهنية كمحامين إن كان هو بالفعل محامي أما أن ندافع بالطريقة المهنية أو نسكت لا نتفوه بطريقة تسيء للوطن ولرياضة الوطن. نعم. هسه البعض يقول إنه أنت في صدد الدفاع عن مجلس القضاء وعن عدنان درجال وعن حسين المسلم. لا بالعكس إحنا نتحدث عن واقع مؤلم. حضرتك تفضلت بقضية في غاية الأهمية محكمة التحكيم الرياضي. نعم واقع حال. حتى نتخلص من هذه النماذج التي تسيء دائما للرياضة وتستغل إثارة طيب. الفتن حتى تعمل وتقتات وتعيش على هذه الأزمات وإقناع الآخرين باللجوء إلى محكمة كاس عندما تكون هناك محكمة داخلية سنتخلص من هذه الوجوه القابعة خارج البلاد وتقذب بالآخرين وت
تتحدث بطريقة غير لائقة. نعم. أنا أعتقد أنه على نزار أحمد أن يعرف حدوده. كفى أتيت بالويلات والثبور لكرة القدم. أي قضية أخ نزار أنت كسبتها؟ قضية إميرسون، قضية المدربين الأجانب اللي حققوا اتحاد كرة القدم، آخر مصيبة دخلت بها اتحاد كرة القدم وتسببت بحبس اثنين من العاملين في اتحاد كرة القدم، وبالتالي انحل اتحاد كرة القدم باستقالة جماعية بسبب استشاراتك البائسة. من تكون أنت حتى تتهم الآخرين بهذه الطريقة؟ أعرف حجمك يا أخي، وبعدين هذا بلد، إن كنت تريد أن تنتقد هذا البلد تعال عيش بين بداخل خارطته وتحدث، لا أنت تكون خارج البلد وتقدح بأبناء البلد. اليوم في نشرتنا الرياضية في قناة التغيير كان هناك اتصالا مع السيد رئيس اللجنة الأولمبية اللي هو سيد سرمد عبد الإله المنتخب حاليا والغير معترف في ولايته لحد الآن دوليا، تحدثنا به بجوانب معينة. خلونا نشوف في تصريح خاص لقناة التغيير ماذا قال سيد سرمد عبد الإله لقناة التغيير. اليوم بدأ المكتب التنفيذي ومن أول أيامه نشهد هذا التصعيد ونشهد طعونات في القضاء العراقي الذي نحترم قراراته ونتعامل معها وفق الأطر القانونية. لذلك الأمر الولائي الصادر من المحكمة سنتقدم بتظلم ضده حالة تبليغنا به بحسب الأطر القانونية السليمة، وسنتعامل مع كل الطعونات المقدمة ضد انتخابات المكتب التنفيذي للدفاع عن شرعية الإجراءات المتخذة. نعم. طيب. نعم. إذن سي سرمد عبد الإله سيسلك كل الطرق القانونية بهذا الاتجاه، وبالتالي هو من حقه أن يتظلم أمام القضاء العراقي. أستاذ صالح، خليني أسألك، هل تحتاج محكمة التحكيم ومحكمة النزاعات الرياضية اللي موجودة بالعراق إلى اعتراف دولي؟ وكيف ممكن أن نحصل على هذا الاعتراف؟ لأنه أحياناً الإجراءات الخاصة لهذه المحكمة قد لا تتوافق مع مثلاً محكمة العفو مع قوانين الدولية أو الفيفا أو الأولمبية الدولية. هل تحتاج فعلاً إلى اعتراف مثل ما أيضاً وأرجع وأقول دائماً يصرح به سيد نزار أحمد حول هذا الموضوع؟ احنا اذا على موضوع هذه الدعوة اكو اعتراف دولي بالقضاء العراقي والرسالة الاخيرة للجنة الأولمبية الدولية. نعم. وقد عندك فيما يتعلق بالفيفا، كما تعلم انه السيد نزار احمد في النظام الداخلي 2017 وضعوا فقرة، ولو هي هاي اصلا موجودة بالفيفا، هاي ممكن معالجتهم انه تشكيل هذه المحكمة ان يكون تنسيق مع محكمة كاس الدولية ومجلس التحكيم الدولي، مثل ما صار في كوريا الجنوبية ونيوزلندا وحتى آخرها دولة الإمارات وأيضا قطر عندها هذا الاتجاه، يصير اتفاقية وأن يكون فرع من محكمة كاس أن يكون داخل العراق، وهي كمحكمة إقليمية ممكن يلتجون الأخوان الأردنيين أو القطريين أو الإيرانيين أو الأتراك أو أي دولة أخرى كمناطق إقليمية تعتبر. نعم. منطقة هاي ليست سهلة وإنما بها إجراءات، لكن ليست مستحيلة من خلال التنسيق مع مجلس التحكيم الدولي. نعم. أيضا هذا وفق الأولمبية الدولية. هذا شيء جيد، معناته لازم نعمل عليه كعراق ونصير منطقة جذب قانوني دولي، بحيث حصلنا على اعتراف من مجلس التحكيم الدولي وأيضا محكمة كاس. نعم. نعم. ألو تسمعني أستاذ صالح؟ أستاذ صالح. نعم. هذا جيد. نعم أسمعك. نعم. جيد كابتن، فيما يتعلق هذا الموضوع هو ممكن سهل، لكن في هذه الدعوة لا يوجد أي فيتو من الأولمبية الدولية. نعم. لأن الرسالة الأخيرة واضحة أنه ثقتها بالقضاء العراقي، وبالتالي لا يحتاج إلى الاعتراف الدولي في هذا الموضوع. فقط فيما يتعلق بالنظام الداخلي في الاتحاد القدم العراقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة للفيفا، هذا الموضوع يعني يحتاج إلى اعتراف دولي في هذا الموضوع. أما الاتحادات الأخرى لا يوجد فيتو على القضاء العراقي، وبدليل كثير من القرارات العراقية المحاكم العراقية، ليس فقط هذه المحكمة وإنما محاكم البداية. نعم. أكو اعتراف. أما الجانب الجنائي فلا يوجد خط أحمر عليه. طيب. العراقي هذا موجود وبشكل. نعم. طبيعي جدا. طيب أستاذ ميثم، اليوم سيد سرمد عبد الإله يعني أيضا تحدث في أكثر من وسيلة إعلامية، تحدث يقول أنا رجال
كان علي ايقاف من الاتحاد الدولي للسباحه، وراها اتحاد السباحه الدولي برأني وعادني للعمل الاداري ولديه كتاب رسمي بهذا الشان. عندما كانت هناك انتخابات ذهب الى هذه اللجنه وعرض عليهم كتاب التبرئه من قبل اتحاد دولي للسباحه انه انا اقدر امارس العمل الاداري. وبالتالي اليوم السيد سرمد عبد الاله، البعض يقول انه يتحمل ظلم من ناحية أنه هم خلوه يدخل الانتخابات، لكن عندما خسر الآخرون حركوا ملفات أخرى كانت نائمة وبإمكانهم أن يحركوها وكأنها ورقة رابحة كموضوع أنه أنا أرجع له بس إذا خسرت. أنت شلون تفسر هذا الموضوع؟ شلون تنظر له؟ أخي نور، كل إنسان من حقه يدافع عن نفسه، والرجل يدافع عن نفسه، واحنا ما حد يقطع الطريق عن اي انسان يدافع عن نفسه، هذا حق مشروع للجميع. لكن انه تعرض الظلم بالدخول الى الانتخابات والطعن بهذا، من اللي خلاه بهذا الموقف؟ اللي خلاه اللجنه المشرفه على الانتخابات. كان المفروض على اللجنه المشرفه على الانتخابات ان تتفهم الرساله، يعني خلينا نكون واقعين، الرسالة من البداية، رسالة اللجنة الأولمبية الدولية اللي هي موجهة من لجنة الأخلاقيات والامتثال، لهجتها شديدة وفيها تحذير من مغبة الدخول سرمد عبد الإله للانتخابات. وأنا شخصيا يعني كمتتبع رياضي كنت أتصور أنه هو ما راح يدخل للانتخابات وفق هذه الرساله. لكن الرساله، عفوا، الرساله استاذ ميثم، الرساله ما كانت قبل، يعني ما نبهت انه لازم ما يفوت السيد سرمد عبد الاله، وانما هي باركت كل الخطوات من اجل اقامه هذه الانتخابات على وفق ما تم الاتفاق على خارطه الطريق السابقه، وبالتالي لم يكن هناك فيتو. يعني اريد اتوضح منك هاي النقطه. الرساله لا لا لا، الرساله اللي سبقت الانتخابات كانت تحذر من مغبة دخول سرمد عبد الإله، هذا التعبير بهذه الطريقة. نعم، نحذر من مغبة دخول سيد سرمد عبد الإله للانتخابات. هذا الموضوع واضح، يعني ما يحتاج إلى تفسير. يمكن نعم، سيد صالح المالكي قد يكون اطلع على هذه الرسالة، اللي يا ريت يعني يفتينا، لأنه رجل قانوني. أكيد، هذا واحد. اثنين، طالما أنه يثق بالقانون ويثق بالقضاء، فأنا يعني أحترم وجهة نظره. طيب، بالامتثال للقرارات القضاء والأمر. نعم، الولائي، ونحن لا نريد أن يظلم أي شخص. إن كان هناك حق للأخ سرمد عبد الإله فلا ضير أنه يأخذ حقه، لكن إن كان هناك ظلم في للآخرين. طيب، بإدخال أشخاص غير مؤهلين أو نعم، فاقدين الأهلية، أنا أعتقد أنه طيب، من حقهم كذلك يدافعون عن فرصهم. زين، أنت مع عودة ترشيح السيد رعد حمودي من جديد في حال عيدت هذه الانتخابات؟ لو أنت راح عندك لك حكاية. إيه، احكي لك. أنا أعرفك صريح لحد الآن، أنت دبلوماسي كلش ترى سادني. والله يعني لا، مو دبلوماسي، بالعكس، انا ذا احكي بصريح، يزعل من يزعل ويقبل من يقبل. انا ميثم الحسني، الناس تعرفني بصراحتي بالطرع. نعم، لو كان على الوجوه الموجوده جميعها أي، جميع الاتحادات وجميع المكتب التنفيذي جميعها بتغيير. يعني هذه الوجوه يعني ما قدمت شيء، خاصه المكتب التنفيذي. يا أخي ما قدم لا رعد حمودي ولا سرمد عبد الإله ولا جميل عبادي ولا سلام عواد ولا هاي الوجوه اللي تكررت طرحها. يعني ماذا قدمت للرياضة العراقية؟ فإذا تسألني بشكل شخصي، يعني تغيير أتمنى يكون بالمجمل، خلينا نشوف وجوه جديدة على الأقل ممكن أنه تقدم للرياضة. طيب، وهؤلاء افتهمنا أنهم يتصارعون من أجل المواقع، من أجل الكرسي، لأنه لو كان يتصارعون من أجل مصلحة الرياضة لشاهدنا نعم، نتاج عمل عندما نعم، كانوا هم يتبوؤون المناصب. لكن ظاهر أنه صراع من أجل المكاسب والمصالح، والرياضة قد تدفع الثمن. الرياضة العراقية، خلنا نفيدهم بقضية. أي، موازنة اللجنة الأولمبية ما ممكن أن تكون مثل السابق، لأنه موازنة اللجنة الأولمبية قسمت على الاتحادات، وكل الاتحاد سيأخذ موازنة، تكون هناك سياسة مالية. نعم، مختلفة. فقد تكون هذه الصراعات لا تنفعكم من أجل المكاسب اللي تبحثون عنها. نعم، طبعا رسالة شديدة اللهجة. خلونا نروح أيضا في تصريح آخر للسيد سرمد عبد الله في سؤال، خلونا نشوف إيش قال حول موضوع استمراره بعمل المكتب التنفيذي وشون ممكن يصير عليه العقوبات الدولية. خلونا نشوف.
السيد الكابتن رعد حمودي يفسر القرارات والرسائل كما يشاء، لانه حسب ما موضح في رساله اللجنه الاولمبيه الدوليه تقول بان السيد رعد حمودي المنتهي ولايته، هذا اولا. ثانيا قد تمت تسميته كمحاور مع اللجنه الاولمبيه الدوليه، اي لا تمنحه صلاحيه وشرعيه للعمل في مقر اللجنه الاولمبيه العراقيه، كذلك الامر الولائي لم يمنح السيد رعد حمودي صلاحيه العمل في مكاتب اللجنه الاولمبيه، والامر الولائي سيكون بات وقطعي بعد استنفاذ كافه الطعون القانونيه والتي هي التظلم اولا، وهناك مده قانونيه، ومن ثم سيكون هناك للجنه الاولمبيه حق تمييز القرار الولائي لدى المحاكم المختصه. كان هو هذا الرد من سيد سرمد عبد الإله على القرار الولائي وتصريح سيد رعد حمودي لأحد الوكالات بخبر عن لسانه، قال سأبدأ العمل يوم الأحد المقبل بمعية الكادر المتواجد في اللجنة الأولمبية. أستاذ صالح، القرار الولائي هل يضمن لرعد حمودي أن يعود لممارسة أعمال الإدارية داخل مقر اللجنة أم لا؟ لا، كما تعلم أخي العزيز تم تجميد كل إجراءات نتائج الانتخابات. نعم. فمعنى ذلك يعني لا يجوز أن تكون اللجنة الأولمبية بفراغ. فإذن عندما تجمد نتائج الانتخابات نعود إلى ما قبل نتائج الانتخابات، من هو المسؤول؟ نعم. كان في هذا الوقت هو السيد رعد حمودي رئيسا، وأيضا الرسالة للجنة الأولمبية الدولية لم تذكر بأنه السيد رعد حمودي كان، وانما ذكرت انه للامور التشغيليه. نعم. لو ترجع لهذه الامور تجد بانه السيد رعد حمودي يدير الامور التصريف اعمال يوميه خلال هذه الفتره. لكن الراي الاخر استاذ صالح، الراي الاخر يقول لك طيب ليش احنا نقول انه جمدت هذه الانتخابات ولازم نوقفها، ليش ما نقول انه لحد ما ياخذ القرار يعني مرحلة القطعية عندما يصل إلى التمييز ومن ثم ممكن يعود السيد رعد حمودي؟ هل ممكن أن يفسر القانون هكذا أو المحامين آخرين أن يفسرون بهكذا طريقة للقرار الولائي؟ لكي أفسر لك. أي فسر. لكي أفسر لك يا بعد أكثر. نعم. السيد سرمد عبد الله تحدث وفقا للقانون، ذكر أنه إجراءات صحيحة ده يقوم بها، وهي أنه أولا يقوم في عملية تظلم، وهذا صحيح لأن القرار قابل للتظلم. نعم. لدى نفس المحكمة اللي نظرت بها اللي أصدرتها يوم أمس، من حق السيد سرمد ومجموعته بأنه التظلم بعد تبليغهم. نعم. بالقرار الولائي بشكل. نعم. رسمي من حقهم أن يتظلمون، ومن ثم أيضا خلال المدة القانونية أن يميزوا هذا القرار. لكن هذا القرار لحين صدوره وانتهائه هي هاي الدعوة إجراءات احترازية مؤقتة. يعني هي مو أبطلت نتائج الانتخابات، وإنما قامت بإيقاف نتائج الانتخابات، وبالتالي هذا الإيقاف لا يمكن، القانون نظم كل شيء. لا يترك الأمور أنه هنا وقفك وهنا أيضا القبل موقفهم، لا. نعم. لازم يخلي أمور انسيابية العمل داخل اللجنة الأولمبية. نعم. لذلك فلذلك تعود الأمور إلى قبل الانتخابات، من هو كان الرئيس؟ السيد رعد حمودي. أو غيره. نعم. هو. نعم. نعم. فالسيد نعم. رعد حمودي راح يدير الأمور لحين إجراء انتخابات. عقلك راح نكون واقعيين. إيه يقول الأستاذ ميثم. أدري أخي نور، يعني إذا رعد حمودي ما يباشر العمل باللجنة الأولمبية وين يوقع؟ مثلاً بغرفة الاستقبال مالته مثلاً. أكيد يعني هناك فورمة خاصة باللجنة الأولمبية. نعم. هناك إيميل خاص باللجنة الأولمبية. نعم. يعني أنت نقول لك أنا أتعامل مع هذا المحاور، هذا المحاور شلون يحاورني يعني بصفة شخصية؟ أكيد. نعم. راح يحاورك بالصفة. نعم. اللي هو يشغلها. نعم. كرئيس لجنة أولمبية. نعم. بالتالي. طيب. سيباشر العمل أكيد في اللجنة الأولمبية. لكن أنا هذا الموضوع يعني ما بعد انتهاء القضية سيكون لنا كإعلام وقفة كذلك أمام رعد حمود والآخرين. نعم. وضحت. طيب خليني أشوف آخر تصريح السيد. طيب. سرمد عبد الإله إيش قال على سيد تصريحات السيد مدير التنفيذي السابق أو الحالي ما نعرف، لأنهم طلعوه كمكتب تنفيذي، سيد جزار السهلاني، وأيضا أمور أخرى بتتعلق بالتظلم أمام الأولمبية الدولية. خليني نشوف. أولا السيد جزار السهلاني لا يمتلك صفة للعمل في الحركة الأولمبية، وهو ليس بمفتي عن الرياضة العراقية، وبذلك لا يمكن أن استماع له ولا الأخذ بآرائه. نعم. المتقلبة هنا وهناك. نعم.
اما بالنسبه للجنه الاولمبيه العراقيه فكان لها موقف رسمي واضح من وزاره اللجنه الاولمبيه الدوليه، وقد وضحنا جميع المغالطات والمخالفات التي جاءت في رساله الاخوه المعترضين والذين تقدموا بطعنهم، والذي على هذا الاساس اتخذت اللجنه الاولمبيه الدوليه قرارها. لذلك احنا نسلك جميع الطرق القانونيه ونتعامل معها وفق القانون. إذن كان هذا هو رأي السيد سلمد عبد الإله. وكلامه أسألك أستاذ ميثم، سيد جزائر السهلاني كيف تصف دوره في كل ما يحدث؟ هو يتحدث الرجل يقول لك أنا ما لي علاقة، أصحاب الشأن هم اللي اعترضوا، لكن أنت فعلا أصحاب الشأن؟ لو سيد جزائر السهلاني له يد. أستاذ ميثم تسمعني؟ نعم. فقدت الصوت وعاد الصوت. أوكي. عيد السؤال. أسألك، السيد جزائر السهلاني دائما ما يتحدث في الإعلام أنه هو ليس صاحب الشأن، وأصحاب الشأن هم من رفعوا، هم من ذهبوا، هم من حركوا الملفات، لكن أنت من متابع، هل السيد جزائر السهلاني له يد في كل هذا الموضوع؟ طبعا له يد. طيب يعني نقدر نحمل مسؤولية ما يعني يحدث من تقاطعات، من مشاكل أحيانا في الوسط الرياضي في أخي بعض. يعني نعم. أنا ما أفهم، هو الرجل اللي يقول لك أنا يعني إذا تبحث بشيكو ما راح تلقى اسم جزائر السهلاني، والآخرين مو قاصرين. نعم. يعني حتى يوقع عنهم أو يحركهم جزائر السهلاني. قد يكون مخطط السيد جزائر السهلاني طبيعية، إنه وأنا وأنت نعرف إنه هو الرجل يخطط بالخفاء. وهو هاي اللعبة الانتخابية، هم وصلوها لهاي المرحلة. أصلاً هو يعني هسه الحديث حديث الأخ سرمد، الأخ سرمد كان لا 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 يتفرق عن جزائر إلا في المنام، يعني كانوا أصدقاء لهذه الدرجة. اليوم تقاطعت المصالح صار الحديث عنها. نعم. هذا الموضوع هم وصلونا إن وإن شاء الله بالمستقبل نخلص. هم يتحملون ما يحدث اليوم. التعامل. يعني إذا جت أي عقوبة. جميع. جميع. تعرف جميع. ممكن الكل يعاند يعني بطريقة العناد، إنه أنا أبقى وأستمر يقول لك هذا حقي، وبالتالي يجوز الرياضة تتحمل هذه الأخطاء والتقاطعات والاختلافات. والله أتمنى يعني هذا الكلام يوصل يعني على لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وعلى وزير الشباب والرياضة سيد عدنان رجال، وعلى الوجوه الرياضية المحترمة يجب أن تتدخل لإنهاء هذا الجدل، وأن لا تترك الرياضة بيد من الباحثين عن المصالح الشخصية والتقاطعات يومية. مشكلة شنو الضير إنه يكون عندنا لجنة أولمبية جديدة تحترم الرياضة؟ طيب. أخي سيد نعم سريعا سيد يعني حتى نكون واقعين. نعم سريعا خلاص خلص لا 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 دامك سريعا لا كمل سريعا يعني ما نعم. مو من المعقول يعني مو من المعقول انه احنا يوميه عندنا مشكله وين راحوا عقلائنا بالرياضه الناس المحترمه اللي هم وزن لهم ثقل حتى ينهون هذا الجدل؟ يمكن ملتهين تامن على المناصب يا استاذ ميثم، انت تعرف انطيني شنو نتاجهم الرياضي بهذا الفقر؟ نعم. الرياضي في طيب. حاله فقر نعم انا اتكلم لك فعلا حتى الانديه اتفق معك بدات تتخلى عن بقية الألعاب. نعم. وتمسك نعم. زمام كرة القدم وبقية الألعاب ميتة. نعم. جوع. أستاذ صالح اليوم ممكن جدا يقول لك أني راح أظل مع عند الأولمبية الدولية وراح أرسلها وراح أبين كل المثل خلينا نقول الأمور التي فبركت من قبل المعترضين. طيب في حال الأولمبية يعني اعترفت بهذا التظلم وأخذت قرار أنه سرمد أو مع حفظ الألقاب أنه هو يبقى على رأس الهرم، الإجراءات القضائية والشكلية اللي صارت وين راح تروح وشو راح نتعامل وياها؟ سريعا أيضا كما تعلم اللجنة الأولمبية. نعم. اللجنة الأولمبية الدولية حسب رسالته احنا بانتظار انه في أي لحظة يجينا قرار المكتب التنفيذي اللجنة الأولمبية الدولية، لذلك هذا الموضوع يعني مجرد هم دزوا إيضاح مجموعة الكابتن. لكن على ضوء هذا الإيضاح قاعد يأخذون تصرفات قانونية وكأنها قطعية، هذا اللي أقصد به. لا يعني كما تعلم هذا الأمور احنا لا نعلم ماذا قدموا، لكنه الأرجحية لا زالت للجانب الآخر من ناحية القانونية، سيما هناك تناغم يعني بين رسالة اللجنة الأولمبية الدولية رعد سيد رعد حمودي والمعترض. نعم. جماعة رعد نعم. نعم جماعة رعد حمودي جماعات نعم عفية صارت جماعات عفية كابتن ميثم من المجموعة اللي بيها كابتن رعد لدي أنه أولا رئيس مؤقت
للجنة الأولمبية الوطنية العراقية من جانب الإداري فقط وبالداخل أنه عادت الانتخابات وتجمدت انتخابات الأم، لذلك نوعا ما عنده أفضلية في بقاء أنه يلتحق أفضلية خلال قانونية. الأسبوع القادم نعم أفضلية قانونية بالتواجد، لكن هاي أفضلية مؤقتة. لا زال الصراع موجود بالمحكمة بعدما محسوم وأيضا بالأولمبية لم تتخذ قرار دائمي وإنما أيضا قرار مؤقت اتخذت تقسم العلاقات الدولية بالأولمبية الدولية. شكرا لذلك ننتظر القرارين بالداخل وبالخارج اللي هو اللجنة الأولمبية الدولية. استاذ صالح المالكي خبير القوانين الدولية الرياضية كنت ضيفا عزيزا، شكرا جزيلا لك لتواجدك في برنامج ملاعب. الأستاذ ميثم الحسني شكرا جزيلا لك. ما عرفنا احنا يمكن ما عندنا جماعات انا وياك مو مثل الاخرين احنا ما عندنا جماعات بعيدين عن الجماعات. شكرا لك استاذ. حتى نعم. المشكله قبل لا تختم استاذ المشكله حتى في الاعلام صارت جماعات مع او ضد، وهذا الموضوع اللي شاغلنا انا وياك. انا متكلم وياك بشكل شخصي بهذا الموضوع. مع يعني ان شاء الله نتمنى الارتقاء بكل الجوانب الرياضيه الاعلاميه والاداريه وكل شيء فيها. شكرا لكما كنتما ضيفان عزيزان على قناه التغيير وبرنامج ملاعب. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على امل نلتقيكم في حلقه مقبله. تقبلوا مني تحياتي، انا معد ومقدم البرنامج نور النزار يحييكم. في امان الله.